هي مش حلوة لو هتعمل مشاكل، يعني مش حلوة لو اتقالت عن بشكل مشكلة. امتى كان ليكي اغنيه وبتاعتك وبتتنفذ وفجاه لقيتي مطرب تاني بيغنيها؟ لا ده في اغاني اتنفذت وخلصت كمان ونزلت بصوت ناس تانيين. تفاصيل لو سمحت. تفاصيل تفاصيل بتقولي لي مش هعرف اقول. هي اسمها تفاصيل بالمناسبه. فعلا ده انا جاي على الجرح. نشل. لا اديني قولي لي. كان مين اللي غناها؟ التفاصيل ما بيننا غناها النجم الجميل محمد فؤاد. فؤاد. فؤاد كان يعرف انها بتاعتك؟ لا ما اعتقدش، مستحيل. طب ايه الازمه، حصلت ازاي والموضوع اتحل، او كلمتي بالمؤلف ولا متسربه منين؟ مش متسربه. الغلطه حصلت ازاي اقصد؟ بص هو احنا كنا متفقين على الاغنيه وبدانا في تنفيذها وكل حاجه، وبعدين اكتشفت ان هي نزلت بصوت النجم محمد فؤاد. طبعا ما زعلتش ان انا نجم كبير، يعني اكيد انا لو انا بكتب او بلحن اغنيه وجي حد قال لي فنان جديد ولا محمد فؤاد هقول له محمد فؤاد. فاستقبلت الموضوع بروح رياضيه جدا وانبسطت، وكنت الاغنيه بذاعها عندنا في الراديو كل ساعه في برنامجي عادي جدا من غير اي مشاكل، وانا بعيط من جوايا. يعني الاغنيه ما غلتهاش. طب يعني لومتي يعني الشعر اللي غلط الغلطه دي ولا الملحن؟ بص هي ما انا مش قادره اعتبرها غلطه، يعني هي في الاخر زي ما قلت لك هي الاغاني رزق. حلو. احنا اتفقنا وكل حاجه وكنا فعلا بدانا في تنفيذ الاغنيه، ولكن هو كمان الشاعر الاغنيه كان كلم الله يرحمه ميدو منيب وقال له ان الاغنيه معلش فؤاد اخدها وكده ومش عارف ايه، وتمام واستقبلت الموضوع. عارف الموضوع حتى بعد كده ولا لا؟ لا لا خالص، اول مره هيعرفه دلوقتي. فعلا عليك واحده. لا لا خالص ابدا، بالعكس يعني ده شرف لاي حد او لاي اغنيه يتحط عليها صوت نجم كبير زي محمد فؤاد. اكيد. شايفه ازاي المطربين، شفنا كده كام ازمه مؤخرا، يعني يمكن اخرهم بابا ان تامر حسني صديقك جدا، وحماده هلال لما قال برضه انه المفروض كان بينفذ اغنيه وفوجئ ان تامر غناها. الحاجات دي حلو انها تتقال والناس تعرفها ولا تفضل جوه البيت؟ هي مش حلوه لو هتعمل مشاكل، يعني مش حلوه لو اتقالت عن بشكل مشكله. لكن عادي لو اتقالت ان هو عادي، اصل احنا يا جماعه احنا وسطنا كله على بعضه قد كده، فعادي انا اسمع اغنيه وتعجبني وما لحقتش لو انا ما عملتهاش وخلصتها بسرعه هتروح لفنان تاني وهيغنيها وهتنجح بصوته. فده اللي انا بتكلم فيه، هو حلو ان هي عادي، يعني انا قلت لك الموضوع دلوقتي في مشكله؟ لا خالص، ولا متضايقه ولا يحصل خالص مشاكل، بالعكس والله العظيم. لا بجد والله العظيم، لا مش متضايقه، بالعكس زي ما قلت لك ده رزق، الاغاني رزق. ولو انت ما لحقتش تعمل اغنيه، اصل انت الملحن ده او الشاعر هو الاغنيه بالنسبه له هي سلعه هو بيعرضها، صح؟ سلعه بيعرضها وده اكل عيشه، فهيديها يعرضها الفنان الفلاني، ما خدهاش هيديها لفنان تاني اخدها، خلاص نصيبه. طيب نعكس الايه، خدتي اغنيه من حد واتفاجئتي انها كانت لمطرب تاني؟ خدت اغنيه من حد واتفاجئت انها كانت لمطرب تاني؟ لا ما حصلش ده معايا. لا ما حصلش معايا. طب لو حصل هتتصرفي ازاي؟ بعد ما انا طيب اتصرف ازاي بعد ما نزلت؟ ما عنديش حاجه اعملها. خلاص طب قبل وخلاص وهتموتي على الاغنيه دي؟ ثانية واحدة، هي راحت لحد وانا بتاع وانا عايزاها؟ اه. وهموت على الاغنية؟ اه. خلاص نصيب ورزق وما اقدرش اعمل حاجة. خلاص يعني خالص مش بقى في اخدها ولا لا 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 لا، اصل الموضوع مش محتاج صراع، احنا بنعمل فن، بنعمل حاجة احنا حابينها. مش مستاهلة نقعد نتخانق مع بعض في الاخر. اغنية ما ممكن ما طب ما انا ممكن اخد الاغنية دي واغنيها وما تنجحش بصوتي. صح ولا غلط؟ اصل هو الرزق بيبقى مكتوب باسم صاحبه. خلاص هي نزلت مع تامر حسني كسرت الدنيا، جايز جدا لما نزلت مع حماده هلال ما تعملش نفس النجاح. صح. والعكس ممكن حاجه تكون نزلت كسرت الدنيا بصوت حماده هلال تروح مع نجم تاني يغنيها ما تنجحش نفس النجاح.